تصميم التنمية المحلية. أنا ما نقولش الإمام هو جزء من المجتمع، نقول الإمام هو المجتمع اللي حماه الجزائر في كل مراحل اللي عرفتها البلاد. مرة أخرى نقدم يعني كل تهانينا للأئمة ومشايخنا بهذه المناسبة، اليوم الوطني للإمام الذي تزامن مرة أخرى مع المولد النبوي الشريف. من محاسن الصدف أن يتصادف هذا اليوم الوطني بميلاد أعظم نبي وأعظم رسول، وهو ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا اليوم حافلا بنشاطات كثيرة، منها تكريم لبعض الأئمة بالسكنات الوظيفية فضلا عن بعض الإعانات المالية، وكذلك إجراء قرعة العمرة لموظفي القطاع لولي التمثيلة فضلا عن تكريم أبناء القطاع. والإمام هو القدوة وهو الأسوة وهو القلب النابض للمجتمع الجزائري، كيف لا وهو إمام المحراب وفارس المنبر وحارس العقيدة. نتمنى من الله عز وجل أن يديم على بلدنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية ودوامها إن شاء الله تبارك وتعالى.